دكتور جان، برحب بحضرتك مرة أخرى. في البداية حابين نسأل حضرتك عن رؤيتكم ورأيكم للي بيحصل من دور وتضحيات لجيشنا الأبيض، أطبائنا وأطقم طبية بكل أشكالها في هذه المعركة ضد كورونا. لأن إحنا الحقيقة هنا في الإعلام بنحاول نوصل صوتنا على قد ما نقدر، قد إيه إحنا فخورين وحاسين بامتنان عظيم لهذا الدور. فحابة في البداية أسأل حضرتك عنه. الحقيقة طبعاً الأطقم الطبية هي شايلة حمل غير عادي فوق طاقة البشر. من أول ظهور أول حالة عندنا في نصف فبراير تقريبا لغاية دلوقتي، كم التضحيات اللي بيعملوها حضرتك مش متخيلة. العمل 24 ساعة في مستشفيات العزل والفرز، 7 أيام في الأسبوع، ما فيش أجازات، ما فيش راحة، التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض. حضرتك متخيله انك تبقي قاعده بتدي علاج او في الرعايه، بتحطي توصلي عيان على ميكانيكال فنتيليشن او على جهاز تنفس صناعي، واحتماليه المخاطره بالاصابه بتبقى عاليه جدا، لكن محدش منهم بيفكر في ان هو خطر انه يتصاب او كده، على قد ما بيبقى بيفكر انه ازاي ينقذ المريض ده. الحقيقه ملحمه من الشغل والتضحيه والتفاني قام بيها كل الاطقم الطبيه، الدكاتره والتمريض، الفنيين، حتى العمال اللي في المستشفيات دي. فانا اسمحي لي يعني انا اوجه لهم من خلال منبرك كل التحيه والتقدير. والحقيقه يعني هم اللي شايلين، هم خط الدفاع الاول زي ما حضرتك بتقولي، هم شايلين 100 مليون مصري يا دكتور الحقيقه بالضبط. يعني في هذا بالضبط. التوقيت كل واحد منهم في مجاله. الحقيقه يعني سواء اللي في مستشفيات العزل، اللي في مستشفيات الفرد، حتى المستشفيات اللي فتحت، حتى القطاع الخاص دلوقتي بدا يدخل في المنظومه ويساعد ويساهم. الحقيقه مفيش حد متاخر، كله بيحاول يساهم باللي يقدر عليه. وده الحقيقه اللي مخلانا الامور الى حد كبير مسيطر عليها عندنا بسبب التنسيق والتناغم اللي العنصر البشري طبعا طبعا. وده اقوى عنصر واهم عنصر الحقيقه اللي تقدري يعني تعتمدي عليه في ازمه زي دي. الحقيقه دكتور انه في المقدمه اتكلمت عن نجاح اطقم مستشفى اها للحجر الصحي ومستشفى بنها التعليمي كمان في القليوبيه. النهارده اجروا 4 عمليات ولاده ناجحه لامهات مصابات بفيروس كورونا. في طاقم مستشفى بنها التعليمي كمان نجح في اجراء عمليه جراحيه لمريض مصاب بفيروس كورونا. البطولات دي موجوده على مستوى كل المستشفيات يا دكتوره؟ على كل المستشفيات حضرتك، دي مش اول حالات ولادات. احنا من اول ظهور الوباء عندنا، والوباء بيصيب المرضى الحوامل زي ما بيصيب المرضى العاديين. فاحنا حضرتك في حالات ولادات، حالات عمليات عاديه، في عمليات ربط، عمليات في الجهاز الهضمي، عمليات انف واذن، في عمليات الو دكتوره جيهان. طيب احنا هنعاود الاتصال مرة أخرى بدكتورة جيهان العسيل، طبعا نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة. الحقيقة ان احنا تناولنا معاها الفقرة الأبرز والأهم، ان احنا نكرم هؤلاء او هذا الجيش الأبيض الواقف في الصفوف الأولى. الحقيقة كنت دايما بقول، وكنا كلنا الحقيقة كنا بنقول انه قبل الجائحة شيء وبعدها شيء آخر تماما. كلنا عارفين أهمية الأطباء، هم أهلنا، هم إخواتنا، هم من عائلاتنا ومن أقرب يمكن الناس على قلوبنا. ولكن بعد هذه الجائحة أعتقد النظرة تختلف تماما. هي بالفعل نظرة كلها امتنان وتقدير واحترام، ولكن من بعد هذه الجائحة لما تعرف أنه هذا الجيش، هؤلاء الأشخاص واقفين أمام هذا الفيروس الذي ليس له علاج حتى يومنا هذا، بكل هذه الشجاعة وإحساس بالمسؤولية وإحساس بدورهم وإحساس بالقسم، الحقيقة أنه ده موقف مشرف، موقف يدل على الكثير. حتى الدكتورة جيهان قالت خلال حديثها أنه يمكن الدور الأقوى والأكبر لهذه الأطقم الطبية أمام فيروس كورونا مع منظومتنا الصحية اللي كنا يمكن خايفين من زيادة العدد، عدد طبعا المصابين نظرا للمنظومة الصحية اللي ما كناش عارفين هتقدر تستوعب الأعداد لغاية فين.